شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا، الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا، هما دول آملنا جيلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا، الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا، هما دول آملنا جيلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الفرحة اللي جاية. ياللي ضربت الوضع وسمعتكم حكايات قبل الصعيد يا جدع يا جدع يا جدع، جوا التاريخ على مدينة الثقافة والفنون، هنبقى عايزين نقدم الفن المصري وكل الفنون. اجهز انت وناسك، بس افكار كمان، احنا محتاجين ده عشان اولا نحيي فنوننا وتراثنا، وطبعا هيبقى فرصة قوي ان احنا الناس في مصر تشوفكم. الله يخليك، فشد حيلكم. شكرا شكرا. الصعيد وين؟